السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أولى؟ اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جدا جميل وممتع، وهو الأعداد 13 و14 و15. في الدرس السابق تعرفنا على العددين 11 و12، واليوم بإذن الله سوف نتعرف على الأعداد 13 و14 و15. فكرة درسي لهذا اليوم أسمي الأعداد 13 و14 و15 وأميزها وأعدها وأكتبها باستعمال أشياء ملموسة ورسوم توضيحية. سوف نقوم بعد هذه الأكواب الحمراء: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. إذن عددها 13. سوف نقوم بعد هذه الصحون: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. هكذا تكتب 14. نذهب إلى الأواني الخضراء ونقوم بعدها: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. إذن سوف نكتب العدد 15. الآن يا أولى سوف نقوم بعد الأكواب الحمراء في هذا المثلث. سؤال رقم 1 يقول: قومي بعد هذه الأكواب: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. إذن سوف نقوم بالإعادة على العدد المنقط 13. الجميع يقوم بكتابة العدد 13. أنا انتهيت، من انتهت معي؟ بارك الله فيكم يا أولى. إذن الآن سوف نقوم بعد السطور الموجودة لدي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. إذن سوف نقوم بالإعادة على العدد المنقط 14. أنا انتهيت، من انتهت معي؟ أنا انتهيت، من انتهت معي؟ بارك الله فيكم جميعا. الآن يوجد لدي أواني لونها أخضر، سوف نقوم بعدها. من تقوم بالعد معي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. إذن الجميع يقوم بكتابة العدد 15. فقط أعيدي على العدد المنقط لديك: 15. انتهيتم؟ أنا انتهيت، هل انتهيتم؟ نذهب إلى سؤال رقم 4. يوجد لدي صحون لونها صفراء، يوجد لدي مجموعة من الصحون، سوف نقوم بعدها ونكتب عددها في هذا المربع: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. إذن سوف نكتب العدد 14.
هكذا تكتب الأربعة عشر. أنا انتهيت. من انتهت؟ بارك الله فيكم يا ذكيات يا سريعات. الآن سوف نقوم بعد الأكواب الجميلة الزرقاء الموجودة أمامنا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13، 14، 15. إذا سوف نكتب العدد في المربع 15. أنا انتهيت. من انتهت معي؟ بارك الله فيكم يا أولى، يا سريعات، يا ذكيات. الآن سوف نقوم برسم كم؟ ما هذا العدد المنقط الذي موجود لدي؟ ما هذا العدد المنقط الموجود لدي؟ 13. إذن أولاً سوف أعيد كتابة العدد المنقط 13. إذن كم أرسم كرة؟ كم أرسم كرة يا حلوين؟ ممتازين، 13 كرة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 فقط؟ لا، سوف أكمل حتى أصل إلى العدد 13. 11، 12، 13. كيف التمرين يا أولى؟ جدا جميل، مثلكم يا جميلين. السؤال الأخير، ما هذا العدد المنقط؟ 14. أعيد على العدد المنقط، أعيد كتابة العدد المنقط 14. إذن سوف أقوم برسم 14 كرة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13، 14. انتهيت. كيف الدرس يا أولى، حلو؟ ممتازين، بارك الله فيكم جميعا. انتهى درسنا لهذا اليوم.